جيوتو. تقترن بداية عصر النهضة بالفنان جيوتو الفلورنسي الذي ذاعت شهرته من خلال خروجه بالفن الذي كان شائعا بجموده، لينطلق بفن الرسم إلى عالم جديد. واقترب جيوتو بحسه الرومانسي ذي القيمة العالية ليكون مفتاحا يفتح أبواب القدرة الهائلة للتخلص من القيود الدينية في العصر الوسيط. عظمة جيوتو تأتي أيضا من خلال قلبه للمفاهيم التي كانت سائدة في فهم وظيفة فن العمارة والنحت. إذا كانت الآراء ترى بأن فن النحت مكمل ومتمم لفن العمارة، وأن الرسم لا يعدو أن يكون دوره زخرفيا أو تعليميا، حتى ظهر جيوتو لينال التصوير على يديه مكانة لم يظفر بها من قبل. بعبارة أوضح، فلقد نقل جيوتو الفن من كونه فنا رمزيا ليكون فنا وجدانيا، وربط بين الكون وعواطف البشر، كما أنه يعتبر الأستاذ الأول الذي أصبح الجسد الإنساني عنده مصدرا للمتعة الجمالية الرئيسية، كما اهتم بالقيم اللمسية وتنميتها وأصبحت لديه تمثل المصدر الأساسي للبهجة الجمالية، وانشغل طويلا بالمشاكل المتعلقة بكيفية تصوير الأشخاص، مغفلا الاهتمام السابق بالأنماط الجذابة أو المواقف الدرامية الزائفة في سطح اللوحة. هذا الموضوع جعل من أعمال جيوتو متسعا لدراسة الشخوص والحالات والأفكار العميقة التي نهلها من خلال حياته الاجتماعية التي اتسمت هي الأخرى بالبساطة واحتكاكه المباشر بحياة الفقراء. ولهذا يعد جيوتو فاتحا لبدايات العمل الفني العالمي في الصورة الجديدة، إذ أعيد ترتيب الواقعية من جديد من خلال التركيز أكثر فأكثر في فهم الحياة الواقعية للناس. استخدم الضوء والظل لإبراز الحجم والكتلة اللازمين لإطفاء صورة الشكل الذي يريده، ولكنه في كل الأحوال فإن جدارياته تجبرنا على تجاوز كل النقاط الضعف لشاعريتها الغنائية وقدرته الخلاقة في التعبير عن الدلالة الجوهرية للموضوع. إن اعتماده على الخط في تركيز جهوده الرائعة من أجل إبراز قدرة الانحناء وتقوسات الشكل واستقاماته، من أجل إظهار بنية الشكل الخارجي والملامح التعبيرية للحركة، أصبح صفة متميزة جديدة بدأها عصر النهضة، وظلت هذه الميزة تمثل إحدى السمات التاريخية ذات البقاء الخالد معكوسة في سطوح أعمال الكثير من فنانين المعاصرين. اعتبر من خلال أعماله هذه سيد الفراغ في العمل الفني، إذ أن سطوح أعماله الجدارية وسعة إحكاماته في ملء الفراغ للحد الذي جعل منه بناء عظيما لوضع الشخصيات والكتل وتحديد شكل العلاقات والتضاد والتوترات فيما بينها. إن جيوتو فنان رائد ليس في عكس الواقع السائد للحياة الاجتماعية على سطوح العمل الجداري، إنما أصبحت الصورة لديه بفراغاتها الواسعة وتركيباتها الدقيقة ذات قدرة عالية في امتلاك حرية الحركة والتعبير الإنساني. لقد أثرت على أعماله طبيعة المدينة التي عاشها وهي فلورنسا، والتي كانت تمثل الأساس المتطور لعصر النهضة. فالمدينة التي هي عبارة عن مجموعة من الهياكل العالية ومجاميع كبيرة من الأنصبة والأبراج والكنائس المتشابكة تم بناؤها على أيدي جهابذة الفن، كل ذلك خلقت من جيوتو نقلة تاريخية ونقدية في آن واحد لطبيعة العصر الذي عاشه في مدينة فلورنسا.